هاي مرحبا بكم الاولاد هاي نبدأ والسيري تاعنا اللي هي مراجعة الفرض تأليف اثنين اللي هو في شكل فرض معناها مش سلسلة باي نبدأ بالتمرين الاول هاي شكون مش يشارك هاي يشارك يرفع ايدوا نحلو أنا الميكرو نوران العربية حليت لك الميكرو اه الا ثلاثة على اثنين الا بي مع ثلاثة على اثنين يساوي صفر يعني اه يساوي ب. مي انت قلت ا يساوي ب ا نثبتو كيفاش دونك انت عندك ا الى 3 على 2 نطرح منها ب مع 3 على 2 تسمع فيها تساوي صفر يعني اي نوليو ا الى 3 على 2 عنا قوسين مسبوقة بعلامة سالبة هكا ولا لا يا نوران اه تولي ناقص ب ناقص 3 على 2 تساوي 0 قوسين مسبوقة بعلامة سالبة تتغير العلامة التي داخل قوسين يعني، خلاص، a آه ناقص b ناقص 3 على 2 ناقص 3 على 2 إشترطين إنه نوران، هذه مباعدها. 6 على 2. وذلك يعني إنه العدد a B يساوي 6 على 2. هكذا أه. معناتها a B يساوي 3. فبالتالي a آه B هو عدد ينتمي إلى كوزائد صحيح ولا لا؟ أمم. دونك لدينا العدد ا بالفرق بين العددين ا و ب هو موجب قطعا اذا ماذا استنتج انه ا اكبر أصغر ام اصغر من يساوي ب كيف الـ A يب... الا ب يساوي صفر اذا ا يصبح اكبر من ب تعرف القاعده دي قارينها في القسم ولذلك الاجابه الصحيحه هي ا اكبر من ب دونك هذا هو نمر إلى سؤال الموالي سؤال اثنين هنا ما يطلبش مني هنا راني يعني نعمل مستقيم مدرج وإنما نعمل مثال لمستقيم مدرج يعني جوست بريون معناه أو و ثلاث نقاط من مستقيم مدرج فاصلاتها على التوالي ألوغ فاصلة أ فاصلة أ هي ناقص ناقص اثناش على ناقص احداش ألو. تولي ناقص بما أنه هنا عندنا زوز علامات سالبة تولي لي ناقص اثناش على حداش ناقص اثناش على حداش وفاصلة فاصلة ب هي ناقص أربعة على ناقص ثلاثة أي أربعة على ثلاثة وفاصلة النقطة س هي ناقص واحد فاصل اثنين كان يعني تحبوا تكتبوها بالعداد الكسرية تولي ناقص 12 على 10 أو ناقص 6 على 5 به. فأنا هنا إيش مش نعمل منيش مش نعين نقاط وإنما نأخذ تقريبا تقريبا نقاط هذو ما وين يجيو معناها هذو يتحطوا قبل بالنسبة 4 على 3 هو عدد موجب دونك 4 على 3 النقطة ب فاصلتها 4 على 3 تو مش في هذو مزوز أنا وليش يجي قبل احنا نحبوا نقارنوا هنا بينه بين 12 على 10 وبين 12 على 11 هذوما عددين كسريين لهما نفس البسط اكبرهما من كان له اصغر مقام اللي عنده المقام صغير هو الكبير لكن كي نتعدى للمقابل يصبح ناقص 12 على 11 اكبر من ناقص 12 على 10 فلذلك اللي اقرب للصفر هو ناقص 12 على 11 اللي هي فاصلة النقطة اللي هي فاصلة النقطة A و ناقص 12 على 10 اللي هي فاصلة النقطة C يعني 12 على 10 هي هي ناقص 1.2 كنت تحبوا تكتبوها دونك فهمنا شوية كيفية دونك نلاحظوا اللي هنا أنوى الاقتراح اللي يصبح صحيح إنه النقطة A تنتمي إلى القطعة بس يعني الأ محصورة بين البي وبين السي. دونك السؤال الثالث نعتبر أ ب نقطتين من مستقيم مدرج فاصلتيهما على التوالي ناقصين على خمسة وتين على خمسة. تعرفوا إللي القاعدة هي اللي تحسبوا بها البعد أ هي القيمة المطلقة نحطوا الفرق بين فاصلة بي إلا فاصلة أ. أي القيمة المطلقة لي فاصلة ب هي اثنين على خمسة وفاصلة أ ناقص اثنين على خمسة دونك تساوي القيمة المطلقة لاثنين على خمسة مع اثنين على خمسة أي القيمة المطلقة لأربعة على خمسة والقيمة المطلقة لأربعة على خمسة هي أربعة على خمسة دونك الإجابة الصحيحة هي أربعة على خمسة غازي لي شكون باش يشارك تاو لازمكم تشاركوا ترفعوا ايديكم ونحلكم الميكرو مش نمشي للهندسه انا تاو راهو الهندسه خاطر تاخذ اكثر وقت وباش ما في الوقت يلا التمرين الثاني مش مشكله الأولاد حتى وكان مش خم... مش فاهمين نفسر لكم مع بعضنا المفيد تشاركوا دونك نمر الى التمرين الرابع نتفاعلوا شوية ألوغ ليكن أ بي سي مثلث متقايس الضلعين قمته الرئيسية أ دونك عندك أ بي قد الأ سي والزاوية سي قد الزاوية بي أنا هكا نبدا نحكي نقول وحدها معناها ب. سوف نرسم سوف نعين نقطتين إ e و جي على BC حيث بي e, البعد بي إي e يقيس البعد CG وفي الرسم يكون كالاتي نخدمه لكم انا بال باللوجيسييل باش يبدا واضح دونك ريغاردي le به، ب هذا هو الرسم دونك عندي زوز مثلث ا ب س متقايص العين قلنا زاويه ب قد زاويه وقال وقالك عين النقطه اي e. من بي سي حيث البعد ب اي يقيس جي ب وبعد قالك ارسم المستقيم دلتا المار من اي والعمودي على بي سي دونك عندي زاويه قائمه هنا ودلتا اولي المار من جي والعمودي على بي سي دونك هذا دلتا اولي وهذا دلتا مش مشكله هذا دلتا اولي ب دلتا اولي يقطع اس في اف هاك عندك النقطه اف ودلتا يقطع ا ب في او e. باه متفاهمين طالب مني باش نقارن ان المثلث او بي اي و سي اف جي متقايسين هذا اللي بالراس تشوفوا فيه وهذا سنثبت تقايس هذين المثلثين انا يظهر لي حطيت المعطيات الكل في الرسم اجابه ولات واضحه يلا شكون مش ريهي ما ريهي ما مدام لدينا ب قد في الزاوية لأن... بي تقايس الزاوية سي أي والبعد بي إي يقايس البعد أي خلينا نكتبو في المثلثين بي قد بي إي أو إي و إف جي سي لدينا به قول لي الزاوية لدينا بي بي إي تقايس الزاوية <applause> منين جاتنا التقايس هذاك لأنه أ بي سي مثلث متقايس الضلعين إذا <applause> لديه زاويتان متقايستان دونك كيبدا كي عندنا مثلث متقايس الضلعين قيمته الرئيسية أ آه فالزاوية ب تقيس الزاوية سي هكا ولا ولنا أيضا البعد بي إي جي سي يقايس بي هو اللي اعطاه في المعطيات تساوي 2 سنتيمتر معطى وعندنا زاده زاويه زاويه ف اف جي سي زاويه القائمة تقايس الزاويه او e بي اي بي 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 تساوي تسعون درجه زاده هذا معطى علاش معطى خاطر هو قال يرسم ارسم المستقيم دلتا او العمودي دونك فما زاويه قائمه دونك اذا المثلثين ا بي و اف جي سي متقايسين ويما حسب الحاله <applause> أي, الاولى الاولى لتقايس <applause> المثلثات, المثلثات. الحالة الأولى لتقايس المثلثات لأنه عندنا ضلع وزاوية تاني والزاوية تاني مجاورة تاني لذلك الضلع خبية داكوغ صحيت يا ريما أوكي نواصلوا الوليد ألوغ بعد ما بينا ماك بينت لي انت زوز مثلثاتك متقايسين استنتج أن البعد بي أو يساوي سي إف إذا هذيا تعرفوا واش باش تقولوا بي أو يساوي سي إف طبيعي والزاوية جي إف تقايس إي أو جي اف جي اف البعد جي اف هذا يقايس او اي وكذلك الزاويه هنا تحطوا هنا عليها شابوة اه والزاويه اي او بي اي او بي اي او بي التي راسها او تقايس الزاويه جي اف سي فوالا دونك هذا من كل عناصر نظيره يلا دونك شنو نقولوا الاولاد شكون يحب يمل عليا

البعد BE او يقايس و GF اف تقايس اي او والزاويه من العليا إي, اي او بي الزاويه اي او اي او بي مقايسه لزاوية جي أف سي. دونك قلناهم الكل هاكم البعد FC سي قد الاو بي والبعد FG جي قد الاو اي والزاويه التي راسها اف سي أف جي هي نفسها بي او اي دونك عناصر نظيره اكيد مش نستحقوهم في السؤال الموالي بي في السؤال الموالي راهي زاويه ديال بين اللي اي او ا تقيس جي اف ا الوغ جو في الرسم قدامكم باش تفهموا نعاودوا نحطوا الرسم باش نفهموا نجموا نجاوبوا على السؤال السؤال هذايا سنين خاطر حشتنا بي فيما فيما آه بعديك معناها مازلت حشتي بي على طب هذا سؤال صعيب شوية أما يسهل عليا برشا الخدمة بعديكا كي نخدمه كل شيء يولي سهل على تحب آم... آم... إنصاف تجاوبنا سلامي أي حلمي كون صاف أي إنصاف أي, آه آي شو احنا عنا بي قد السي وعنا هذه التسعين وهذه التسعين وش عنا آخر توا توا بينا لي زاوية بالرأس قد الزاوية ذي هكا ولا هي إنصاف باش طالب مني هو لي بين أن إي أو أ زاوية إي أو أ اللي هي هذه بالأزرق مش تقايس وذي ما هكا ولا هي. هكا باهية كيفاش باش نبينوها نعاونك لنا دلتا ودلتا دلتا أول بي سي إذا هما متوازيين أيوا صحيح آه نجمو بين وزوز زاويتين متبادلتين داخليا وإلا كانو هما متبادلين داخلين اللي آه يعني حطيتهم لك بالأزرق كمان؟ لا لا ها لا لا مش بالمتبادلين داخلين بالحسابات أنا هنا باش نعاونك شوية شوف إي e أو -E أ زاوية إي e أو -E أ تبع فيا هي هذه بكلها رجعت عملنا منها في القسم في اول اول حق اول درس قريناه رجعت تبعني بالكدا هذا كل اللي حطيتولك بالاخضر قديش 180 درجه 180 درجه 180 درجه نحي منها نحي منها الزاويه هذي اللي بالراس شو اسم هذيك اي بي او بي هكا ولا ها. تساوي الزاوية اي او ا اللي قاعدت لنا بالزرقاء، صحيح ولا اللي بالازرق. باهي والمية و180 مش نخليها، والاي او بي شكون قيسها قدها في البخت في المثلث الاخر؟ الاي او بي شكون قدها؟ جي اف سي جي اف سي وجاوبنا عليها قبيليكا، هنا جاوبنا عليها قبيله، هكا هاكي موجوده، هكا ولا مش من راسي. كي نمشي للمثلث الثاني. نعاود نرجع المثلث الثاني ريغاردي هذا الكل هذا 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 بكله قديش 180 درجه 180 درجه نحي منها الجي اف سي اللي انا توش نحكي لك عليها الجي اف سي فسخها جي اف سي شكون تبقى لك تا شوف شكون تبقى لك اف جي 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 اف ا صحيت جي اف ا جاوبنا على سؤال ولا اه هم؟ اه واضح جاوبنا على السؤال اي كمل معايا عش كي انت توا بينت كي انت بينت توا اللي مثل الزوايا متقايسين زوز متقايسي بي توا بينت لي زوز زوايا هذوما بالازرق متقايسين هكا ولا وهذوما هكا ولا قالك بين ان المثلثين جي اف و اي او ا متقايسين او نزيد نوريكم فينهم المثلثات نربط الاضلاع ببعضها اي رغدي خاطر السؤال هذا مش عاونك برشا تبعني هي توا نعاود ونرجع ونقول شنو اللي هيج قولي لي ايه؟ انصاف تسمع فيا انصاف اجا اجا شنو اللي متقايسين ايه؟ توا بينا اللي زوز زوايا الخضر هذو متقايسين موافقتني ونعرفو اللي هذا قد هذا ونعرفو اللي هذا قد هذا ونعرفو اللي الضلع اف جي قد الضلع هذا والزاوية اللي بالأزرق قد الزاوية اللي بهذه ولكن هو طالب مني باش نبين اللي زوز مثلثاتي هذوما اللي بالراس راه فيهم بالراس متقايسين هكا ولا ها باه توا اش عندنا في المثلثات بالراس هذوما عندنا زاويه تقيس زاويه ولا لا انصاف اه وعندنا الظلع يقيس ضلع. ماذا بينا ندبروا زاويه اخرى والا ضلع اخر تحب نعملوا ضلع ولا زوايا شوفوا أطلع. الظلع ترا نثبتوا في الضلع ا اف تراه هيجا نثبتوا في الضلع ا اف شوفوا الاولاد ركزوا معانا ركزوا في عقلنا آه واش نخدموها في عقلنا الضلع ا اف يا يا زينب يا انصاف ا اف يساوي الفرق بين بعدين ترا فاش نحسبوه ا اف نورمالمون هو ا سي سي الا اف سي نطرح منه اف سي نطرح منه شكون الا اف سي كي ناخذ اسيب كله الوليد هذا اسيب كله نحي منه اف سي نحي لي منه اف سي كون يبقى لي ا آه؟ yes. اف هكا ولا فالا باهي والاسي شكون قدها في التمرين الاسي ا بي ا بي صحيت والاف سي شكون قدها في التمرين تريف اف سي هذايا بيناه الوليد ال سي اف هو بيدو بي او قلت لكم ريهام دونك هو بيدو بي او متفاهمين بي توا اجا ثابتو بالكده نرجعوا هذا بكل ا بي ولا لا ا منو بي نحيو منه بي او نفصخوا منه بي او طراشابلي منه بي او نحي منه بي او شكون يفضل لك ا أه. اغ بيان يساوي ا أه. ا يساوي البعض ا أه. وهل بعض ا او -E هذايا توا كي الا اف قد الا او سلكناها علاش ريغاردي الو في المثلثين لو ولا عندنا ظل ا <applause> او ا -E, اف هذا يقايس -E. ا او هاي مل عليش نكتب في المثلثين في المثلثين اف جي -E و ا او اي بنات؟ <applause> أهه. أ أو يساوي أ اف. فوالا، أ أه أو يساوي أ اف. و أو أه إي يساوي اف جي. البعد أو إي يقايس البعد اف جي. الزاوية ها هي حاضرة قدامنا توا، كنا نختمو فيها، ها هي حطيت لك بالراس. شبيها الزاوية هذيك شكوني؟ -E -A, اي او ا تقايس جي اف اي جي اف ا دونك اذا المثلثين ا اف جي و ا اي -E متقايسين حسب الحالة أني حالة إيه؟ الثانية لتقايس المثلثات على ثاني التقايس مثلثات ضلعان وزاوية محصورة بينهما اف جي نعاودو تراه نثبتو انصاف اف جي قد الاو اي e, استنتجناه من العناصر النظيرة اف قد الا -E بيناها والزاوية اف قد الزاوية او e هو طلبها منا في السؤال وبيناها فوالا تكمل انصاف كمل معايا une fois bayant les isos مثلثات متقايسين ينتج عن ذلك ماذا قاس بقية العناصر كيما شكون باغي ال والاي واذا كان البعد أجي يقايس البعد اي فكيف هو المثلث اي جي متقايس الظ عين فوالا تري معناها الاسئله مربوطه ببعضها دونك سؤال 3 ب من العلاش نكتبه ينتج ينتج عن تقايس المثلثين اه اي ا و جي اف ا AFG اف و او اي تقايس بقية العناصر م -م. النظيرة بقية العناصر النظيرة ايش؟ اي وبالتالي راح نرجع للرسم كيف هما زوز مثلثات نظام اللي بالروز متقايسين البعد إي يقايس يسي... شكون؟ يساوي أج وبالتالي إي يقايس أجي ومنه؟ ومنه؟ هاي قولي ومنه؟ ومنه المثلث أ آه آي, متقاي... إي جي متقايس أ إي جي متقايس الضلعين. طيب متقايس الضلعين. وكملنا تمرين الهندسة. متقايس الضلعين في أ. به. كان يعني فما مسألة تسالوني الاولاد ارفعوا يديكم فسروا راه باهي اي شكون يحب يشارك اي للجبر توا تمرين الثالث في الجبر فيه شويه نشر وشويه نحي القواس و المطلقه في كل شيء التمرين الثالث عليه التمرين الثالث الي نعتبر العبارتين او اف حيث اكس و Y عددين بين ان او تساوي و اف تساوي بهذا السؤال الاول نكتب العباره أو. او هي ناقص واحد على سبعة في سبعة على ثلاثة ناقص أربعتاش إكس مع واحد على ثلاثة في ناقص تسعة إكس مع ثمانية على خمسة دعاء اي حلمك ادم سالب في موجب سالب سالب في موجب سالب ونعمل واحد, واحد على, على سبعة ضرب سبعة على ثلاثة بعد سالب سالب موجب اها واحد على سبعة في أربعتاش إكس وبعد موجب, موجب في سالب سالب واحد على ثلاثة في تسعة إكس وبعد موجب, موجب في موجب, في موجب. واحد على ثلاثة في ثمانية على خمسة يساوي نجمو نختزلو هنا اي اه اه واحد على واحد ونختزلو بالسبعة ناقص واحد على ثلاثة اي مع ع اه سبعة والاربعتاش نجم نقص مع سبعة شو تولي لي اي تولي اه اثنين اكس فوالا الا نختزلو بالثلاثة بثلاثة <applause> تساوي ثلاثة إكس مع مع ثمانية آه... على خمستاش بي يلا واصلة نحطه لي زيكس حدا بعضهم تولي اثنين إكس. إكس إلا ثلاثة إكس بي نحطوا اثنين إكس إلا ثلاثة إكس وناقص واحد على ثلاثة مع ثمانية على خمستاش صحيحة ونوحد المقامات آه. واصلة تساوي ناقص خمسة على خمستاش مع ثمانية على خمستاش أي؟ مع لا اثنين إكس إلا ثلاثة إكس قداش من إكس آه, ناقص إكس ناقص إكس ناقص اثنين زائد اثنين إلا ثلاثة هي ناقص ما نغلطش في الدوار عايش وليدي وناقص خمسة مع ثمانية آه, ناقص ثلاثة على خمستاش ناقص خمسة مع ثمانية ثلاثة على خمستاش قد ناقص ثلاثة راك بارك آه. بروحك ولا ايش؟ دفوا تو تغلط في العلامة، ونختزل بثلاثة ونختزل بثلاثة شتولي؟ واحد على خمسة إلا إكس فوالا، وكمل نترى ثبت كيما يحب هو في النتيجة ولا؟ أه باهي نواصلوا نواصل نواصل الوغ نواصلوا، نواصلو. ناخذوا العبارة إف توا، العبارة إف هي ناقص ناقص ثلاثة. مع واحد على اثنين إكس ناقص القيمة المطلقة لنقص ثلاثة على خمسة مع خمسة على اثنين إكس الولاد مش لازم تقعدوا تكتبوا في هذا الكور يعني الكوركسيون تو تسويت نبعثها لكم دو بلاش نكمل هذه بأيدي اللي تلقاوها على التابلو نواغ باهية ثلاثة آه، إلى واحد على اثنين إكس م -م. إلى ثلاثة على خمسة مع خمسة على اثنين إكس بيه ونحط الأعداد المعلومة حدا بعضها هاي آه. نوحد المقامات مه. خمسة خمستاش على خمسة إلا ثلاثة على خمسة إلا واحدة على اثنين x مع خمسة على اثنين x نعودوها كنا نجمو نحسبوها بارا يمسيل شاي ألوغ ألوغ على خمسة لا على خمسة قديش؟ أه، اتناش على خمسة وناقص واحد على اثنين مع خمسة على اثنين. أه، ناقص أربعة على اثنين x ناقص واحد على اثنين مع خمسة على اثنين يا مع نعم أربعة على اثنين. مع أربع على اثنين. ب يساوي 12 على 5 و 4 على اه 2x قديش؟ نقطة اه زلو تولى تولى اه اه 2x مع 2x 4 على 2 هي 2x. ده كده هي العبارة f وثبت كي هو طالب مني وإلا لا f تساوي 12 على 5 مع 2x. ثانياً، على خي قلك احسب او أه اذا علمت ان اكس يساوي ناقص واحد على ثلاثة اكس يساوي ماذا ناقص واحد على ثلاثة وش نحسبوا العبارة او أه؟ او في التمرين هي هي واحد, واحد على, على, خمسة, خمسة إلا, إلا, اكس, إكس. دونك انا كي نلقى الاكس نعوضها باش باش نعوضها الاكس واحد على, نقص واحد, على ثلاثة. واحد على ثلاثة ناقص على يساوي واحد على خمسة مع واحد على ثلاثة بي نضرب في خمسة في ثلاثة في ثلاثة واصلة تساوي ثلاثة أه على خمستاش مع خمسة على خمستاش معناها قديش تساوي ثمانية على خمستاش ثمانية على خمستاش هذه هي العبارة بي توا ذي واثنين ا توا نمشي لاثنين ب احسب إيف اذا علمت ان اكس يساوي ناقص واحد على ثلاثه في القيمه المطلقه لناقص ثلاثة على خمسه دونك هو يعطيني هنا يا يا دعاء اكس يساوي ناقص واحد على ثلاثه في القيمه المطلقه لناقص ثلاثة على خمسه نحسبها ولا لا آه. قداش تولي تولي ناقص واحد على ثلاثه ضرب ثلاثة على خمسة دي ولا لا؟ آه. وسالب في موجب، سالب في موجب؟ سالب ولا لا؟ ب ونختزل بثلاثه نختزل بثلاثه قدش نلقاو واحد على في خمسة. واحد. واحد على خمسة دونك الإكس مش تجي ناقص واحد على, على خمسة, خمسة. بيه دونك ناخذ الإكس تساوي ناقص واحد على خمسة ونمشي نعوضها فينى عبارة إف إذا إف تساوي من عليا اثناش على, على خمسة مع اثنين إكس معناها اثناش على خمسة مع اثنين آه. ضرب آه. اكس باش نعوضها ناقص واحد على خمسة ب تساوي اثناش على خمسة أي ناقص اثنين على خمسة هكا ولا لا؟ آه. موجب في سالب سالب اثنين في واحد تعطينا اثنين على خمسة واثناش على خمسة اثنين على خمسة قديش عشرة على خمسة اللي هي قديش عشرة على خمسة؟ اثنين 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 كي نختزلوها نلقاو اثنين فوالا تخي بيان اه شكون يحب يشارك توا؟ زينب تشارك انتي؟ عسلمة عسلمة زينب اي عش بنتي سؤال ثلاثة زينب اوجد العدد الكسري اكس الذي يحقق اف و ام متقابلين هاي شو نقولوا زينب نقولوا او و اف نعم متقابلين اذا كان إذا يعني كان ما معنى ما معنا عددين او متقابلين او الى اه؟ اف يساوي صفر مع اي 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 اي. اف يساوي صفر او مع اف يساوي صفر فوالا هاي اه. والاو شكون الاو ناخذ الاو هاي ثلاثة ال على خمستاش إلا إكس إيه هي واحد على خمسة إلى إكس هو اه اثنين على خمسة مع على خمسة آه. أي نحي لي واحد على خمسة إلا إكس مع اثناش على خمسة مع اثنين إكس تساوي صفر هكذا ولا؟ آه. يعني باهي مقربه. واحد على, على خمسة, خمسة مع مع 12 على خمسة ناقص ومع... اكس مع, هكا... مع صحيح. يعني آه... 13 على خمسة وناقص اكس مع اثنين اكس و... من اكس لا ثبت دي عشبة. آه. آه. إيكس. ناقص اكس مع اثنين مع... اكس هدية واحد ولا مش نعمله ناقص واحد مع اثنين قدش ناقص واحد آه. مع اثنين هذا شوي ناقص واحد. واحد, مع اثنين واحد واحد في الاكس هو اكس هكا ولا ايه دونك مع اكس مش الا اكس عاش بنتي مع هكا ولا باهي مجموع عددين يساوي صفر مره اخرى معناها الاعداد هذوك متقابلين معناها اكس متقابلي. دونك وت... اكس ماذا يساوي؟ يساوي اف مع اه مع ايش يساوي صفر؟ <applause> لا يساوي الا الا 13 على 5 ناقص 13 على 5 شكون هو العدد اللي تزيدوا ل 13 على 5 تلقى صفر هو المقابل نتاعو معناه اكس مش يكون ناقص 13 على ناقص 13 صح. على 5 سؤال الرابع قارن او و اف في حاله اكس يساوي دونك كي يقول لك قارن او و اف شنو هو الفرق بيناتهم هكا ولا ايه <applause> دونك الوغ سؤال الرابع نعملو او الا اف ولا اف الا او كيما تحبوا هاي كيف كيف كيف, كيف. f الا او شكوني الاف هي من العاديه 12 على 5 5 مع 2 اكس والاف هي 1 على 5 نقسم 5 اكس عايمل عليا تولي 12 على 5 مع 2 اكس الا 1 على 5 مع اكس ب تساوي 12 على 5 الا 1 على 5 مع 2 اكس مع اكس ب تساوي 11 على 5 مع اكس ما ثلاثة اكس زوز موجبين لا شكون هم زوز يعني الاثنين اكس والاكس نحكي اه اه باهي طيب مش نعوضوا الاكس باش مش نعوضوه تو بال بال آه نقص سبعة على خمسة نقص سبعة على خمسة واصلة تساوي 11 على خمسة وموجب في ما... سالب قداش سالب اي وثلاثة في السبعة واحد وعشرين على خمسة الا واحد وعشرين قداش حداش الا واحد وعشرين؟ عشرين أه... ناقص عشرة أه... عشر. ناقص عشرة على خمسة يعني ناقص اثنين هكا ولا لا؟ أه... اذا اصغر وهو... من صفر اذا اف اصغر من وهو عدد كسري ينتمي الى كيو ناقص شو نقولوا؟ نقولوا F إلا أ أصغر من صفر إذا F أصغر من أ أه. خي بيان فوالا خي للتمرين الثاني شكون يحب يخدم جمع هذايا عادي راكم جمع تعرفوا شوية العدد كبار شوية وكا هو إن شاء الله تكونوا خدمتوهم ها التمرين الثاني الأولاد هاي يا مريم إلا خمسة على أربعة على ثلاثة قانيني عاش بنتي احسب نكتب القيمة المطلقة مش أم. القيمة المطلقة اللي ناقص خمسة على ثلاثة مع ناقص ناقص أربعة على أربع خمسة خمسة مع, مع سبعة اثنين إلا خمسة فاصل ثلاثة آه يساوي نوحدوا المقامات نضرب في الخمسة في الخمسة في ثلاثة في يساوي القيمة المطلقة لي ناقص خمسة وعشرين على خمستاش اها إلا أثناش على خمستاش اها مع سبعة على اثنين إلا ثلاثة على عشرة يساوي نقص خمسة وعشرين 15 نقص سبعة على خمستاش صحيح مم. مع سبعة على اثنين إلا ثلاثة وخمسين على ثلاثة وخمسين على عشرة يساوي سبعة وثلاثين على مع سبعة على إلا ثلاثة وخمسين على عشرة نضرب اثنين في الخمسة ونضربه هنا فيش 15 وهنا نضربوها في ثلاثة هكا ولا هاي هاي ما بعضنا يساوي المقام شكون يكون إيه. ثلاثين مقام ثلاثين به. المقام ثلاثين 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 به. ألوغ سبعة وثلاثين في اثنين قداش أربعة وسبعين؟ و15 في 7 105 ميو... نو 105 و53 في 3 159 59 بيه يلا نجمعوهم 74 مع 105 الو 74 و 105 ترى الو غادي نخليوها كما هي 179 قلت لي هكا بيه هذوما الزوز جمعناهم مع بعضهم ها هذوما الزوز جمعناهم و 179 على 30 اي قداش يساوي uh, 20 على 30 و20 على 30 كي نختزلوها بالعشرة اش تبقى لنا 2 على 3 2 على 3 دونك النتيجه هي 2 على 3 صحيح يا مريم تري بيان دمتم مريم انت يا دمنا واحد كيف في الكلاس مم. بيت واصله به هاي نحيو هاي. نقص ثلاثة على خمسة وثلاثين إلا على اثنين وتسعين إلا أربعة على واحد وعشرين مع مية وثمانية على اثنين وتسعين نشدوا 1118 ل... على 92 ناقص 3 على صح. 3 على 35 تولي لنا ب خليني تاعو شنو واحدو المقامات من ما غير ما نعاود نكتبهم هكا ولا لا قول قايد 100 كي يجي واحد المقامات 35 هي شنو هي هي 3 هي 7 في في 5 7 في 5 وال21 هي 7 في 3 دونك باش نعملوا دونك المضاعف المشترك الاصغر 3 في خمسة في سبعة شمعناها؟ معناها؟ خمسة،, خمسة خمسة في سبعة دونك المق... القاسم المضاعف المشترك الأصغر باش يكون مية مية وخمسة باش يكون هكا ولا؟ إيه <applause> دونك باش نضربوا الخمسة وثلاثين في قديش؟ خمسة وثلاثين في ثلاثة ثلاثة <applause> والواحد وعشرين في ال... خمسة. في خمسة فوالا صحيح دونك تولينا ناقص تسعة على 105 من عليا ناقص 20 على 105 معناتها قداش؟ 29 على 105 برافو صحيت لا دغنيير تكملها انت ب ناقص 7 على 8 ناقص القيمه المطلقه 5 على 6 نطرح منها 11 على 12 نطرحوا منها ناقص 11 على أربعين ونزيدوها ثلاثة على, 5. أي من اللي عليش على خمسة أي علاش نكتبه؟ ناقص سبعة على ثمانية إلا آآ على المقامات هنا على 12 إلا 11 على 12. مع, مع حديش على أربعين مع على خمسة ناقص على ثمانية ممم امم قداش 10 إلا 11 1 ناقص 1 ايوا 11 على, أيوة. مع حديش على آه. 40 مع 3 على 5 اه راحيت دونك يساوي ناقص 7 على 8 ناقص 1 على 2 شوفوا الاولاد واش نحسبوا القيمه المطلقه لـ -1 على 12 اللي هي باش نعوضوها باش 1 على 12 1 على 12 ها خليوها ناقص هذية هذي تخليها هذي هي هذي ب مع حداش على أربعين مع ثلاثة على خمسة اي بيان دونك شو سيوي المقامات كل في الأربعين <applause> مش يمشي ونخليه الوقس واحد على اثناش وحدها باهي نضربه <applause> هنا فيش في خمسة في خمسة <applause> 40 موجوده وهنا في 8 في 8 دونك تولي لنا ناقص 35 على 40 مع, مع على 40 اها مع, 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 مع 24 على 40 ناقص 1 على 12 يساوي ناقص <applause> 35 على ربي. 40 40 نجمعوا هذوما واحد هذوما قداش يعطيونا خمسة وثلاثين على أربعين صحيت إلا واحد نقص على اثناعشر شو يصير بعديك؟ نطلبو بنقص خمسة وثلاثين على أربعين وخمسة وثلاثين على أربعين لنا نقص واحد على اثناعشر ونحطوها في إطار النتيجة الأخيرة المختزلة إلى أقصى إلى أقصى حد دونك الأولاد هذا سي موديل نتاع دوفوار خليكم تو تعاودوه دوفوار هذا في عقلكم تتمكنوا منه الأصلاح باش نهبطهولكم في الجروب تو تسويت On termine. Allez, bon travail et tu pas la chute.